طب انا دلوقتي انا لا راضيه بالتعويض ولا راضيه باي حاجه، انا راضيه ببيتي. اولا انا من ذوي الاحتياجات الخاصه يا سياده الرئيس. هو في ايه؟ هو احنا فين؟ احنا اللي احنا عايزينه فرعون مصر بقى ماشي كده، فرعون مصر بقى ماشي كده، فرعون بقى ماشي كده. هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ امبارح عبد الفتاح السيسي خرج يحتفل مع المرأة المصرية وقال لك ان المرأة المصرية دي هي اللي حمت مصر في 2013، لولاها كانت احنا كنا رجعنا يا اولاد، كلنا كنا ضعنا كده على راي الهام شاهين لما بتملك تشه، عارف انت تشه بتاعت الهام شاهين دي؟ قال لك لولا المرأة المصرية لم تكن هناك مصر في 2013. طبعا يقصد بعض المرأوات، تمام؟ طب يقصد بعض المرأوات اللي راحوا قدام اللجان الانتخابيه يتراقص اسلام الايادي. فاكرين انتوا المشاهد اللطيفه الظريفه ديت، المشاهد اللي بتوريك قد ايه كنا في مستنقع. المهم عبد الفتاح السيسي خرج يتكلم لك عن المرأة المصرية، طبعا هو يقصد المرأة المصرية اللي حوالي شوية الحاشية اللي حوالين منه، المطبلاتية اللي حوالين منه اللي بيضحكوا وانتوا شايفينهم في الصورة اللي أمام حضراتكم دي. لكن على الناحية التانية في مرأة مصرية بجد، في مرأة مصرية من الصعيد الإسكندرية ومن سيناء لمطروح، مرأة مصرية كادحة، مرأة مصرية كل يوم تصحى تفكر ازاي هتمشي بيتها في ظل الغلاء اللي جاب مصر طولها بعرضها شمالها بجنوبها شرقها بغربها. في مرأة مصرية كمان بطلة وقفت قدام جحافل الأمن المركزي اللي رايحين وجحافل الشرطة اللي هم بتوع البدلة المموه، البسطو المموه يا ده أحسن بيه، مش عارف البسطو، مش أحمد عز قال لك كده؟ البسطو الواد المموه، وطني وطني البسطو المموه. مرأة مصرية وقفت قدام المموه وقدام الشرطة وقدام قوات التدخل السريع علشان هم كانوا رايحين بس بمناسبة المرأة المصرية يطبطبوا عليها بحنية السيسي وهيمشوها من بيتها. موضوع بسيط، فالست خرجت لهم بالشكل ده. يلحقنا عايزين صوتنا يوصل ولازم تساعدونا ان صوتنا يوصل. هو في ايه؟ هو احنا فين؟ احنا اللي احنا عايزينه فرعون مصر بقى ماشي كده، الفرعون بقى ماشي كده. هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ احنا مش عايزين تعويضات ولا عايزين غراب ولا عايزين اقبضوا عليا وودوني ورا وجهه واكلمه، انا ما كانش حد قادر في الدوله يكلمه، انا وساعتي اكلم الرئيس ده، هو عايز يعمل لنا كفايه كفايه بقى تعبنا. على فكرة بقى ده وضع المرأة المصرية بجد، سيبك بقى من شوية المطبلاتية ومية مرسي وانتصار سيبك من كل دول، دول شوية مطبلاتية، دول شوية مطبلاتية. واحنا والله بس ما انا عندي دلوقتي معايا مش عايز مش عايز اعمل يعني ما انا هروح لوحدي بقى ومش عايز مشكلة يعني. فدول لا يمثلوا المرأة المصرية وما تعيشه من المرأة المصرية الآن، غلاء أسعار في كل شيء حط عليهم. انك ما تقعدش في بيتك، تقعدش في بيتك، ده انت قاعد في سينا؟ تقعدش في بيتك، لا تقعدش في بيتك. ايتها المرأة المصرية، انت خاصة بقى لو انت قاعدة في شمال سيناء، لو انت في الجنوب مع خالد فودة نسيب السيسي فده حاجة تانية، اما لو انت في الشمال فده حاجة تالتة، دي حاجة تالتة. ده انت في شمال سيناء وهناك اسرائيل، والسيسي قال لك امن وسلامه المواطن الاسرائيلي، فلازم تخرجي من بيتك ايتها المراه المصريه، تمشي بقى من بيتك. ظروفك ايه؟ دنيتك ايه؟ حياتك ايه؟ قصتك ايه؟ ليلتك ايه؟ او لا ما يخصني، كل حياتك دي ما تخصنيش ايتها المراه المصريه، كل اللي يخصني شويه المعرضين المطبلاتيه، ويخرج لك لميس ويخرج لك احمد موسى ونشأة الدين ومش عارف ايه، يقول لك شوف الرئيس الحنين، شوف الرئيس الانسان. طب انا دلوقتي انا لا راضيه بالتعويض ولا راضي باي حاجه، انا راضيه ببيتي. اولا انا من ذوي الاحتياجات الخاصه بسياده الرئيس، دلوقتي انا ارمله معايا طفل برضه من ذوي الاحتياجات الخاصه ما بيشوفش ماشي، ومعايا طفله ومعايا والدتي عندها غلطه من ساعه موضوع المينا، يعني انا بعول اسرتين وبيتي دورين، تيجي النهارده تطلعني انا وامي الست المريضه وابني اللي ما بيشوفش الصغير وبنتي وانا، وتقول لي طلعت الشارع؟ طب ترضى على بنتك تطلع من بيتها؟ فهمني، ترضاها على ولادك؟ استكفى يا ريس، مش قرآن نزل، مش القرار بتاع القرآن ونزل، لا ولا قلنا لك جعانين ولا الحاجه غاليه كل يوم ولا البنزين غالي ولا اي حاجه ماشي ولا الادويه ولا اي حاجه فيك اتخرجت من يوم ما انت مسكت الحكم، كل سنه عملت عشاننا بكره احسن، اديني 6 شهور اديني 2 سنين لعيب جيت على بيتي، انا مش هرضى حضرتك تغير القرار 465 ده حالا، انا
مش شويه المعرضين المطبلاتيه الاراجوزات اللي سيسي سايبهم وهيطلقهم قدام انهم 3 4 5 شهور اهو على ما يسمى بانتخابات 2024 اللي بيحاول السيسي والمعارضه الكرتونيه في مصر تحضر دوبلير واحد كده زي حمدين صباح يبقى محلل او واحد زي موسى مصطفى موسى يبقى محلل كده محلل ترانزيت. احنا بس عايزينك في اللقطه ومشهد علشان خاطر المرأوات اللي قاعدين مع السيسي محتاجين اي حاجه للهز. فهو قرر ان هيبقى في انتخابات اهل المرأة المصرية اللي قاعدين معانا في قدام منهم 3 4 شهور كده سيسي بيجمعهم عشان عندهم لقطة بعد 3 4 شهور عندهم كده في مشهد هو عايزهم فيه بعد 3 4 شهور. اي نعم هو كده كده نجح بس هو عايزهم في المشهد من باب الاخراج يعني من باب الإخراج. ورجع خالد يوسف انت نسيت ده رجع خالد يوسف رجع مصر فخلاص هو عايز بقى المرأوات المصريات اللي قاعدين حوالين منه سيدة انتصار وسيدة مايا مرسي ومش عارف مين وكل اللي قدام منه دول علشان خاطر المشهد الانتخابي المتراقص العظيم اللي هيحصل السنة اللي جاية. طب والمرأة المصرية الحقيقية وما تعيشه بقى بجد يا عم بقى الكلام ده بقى ايه الكلام ده كلام اخواني متآمر يتآمر على 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 انجازات السيسي الحنين الطيوب اللي قال لك انا وبيهزر بقى مع ما هو عارف هو حنين وعارف اللي قاعدين حوالين منه مسهوكين وبيحب السهوكه ما بيحبوش الجد فقرر ان هو يقول لك انا مش هينفع اروح البيت عشان خاطر انتصار احنا عايزينه الفرعون المصري ما عملش كده الفرعون ما عملش كده هو ايه ده هو ايه اللي بيحصل ده احنا مش عايزين تعويضات ولا عايزين مراد ولا عايزين شغل قبضوا عليا وقتلوا وانا واكلمه ما كانش حد قادر في الدوله يكلمه انا مش هعطيه اكلم الرئيس ده هو عايز يعمل لنا كفايه كفايه بقى اتعامله دي سيناء بجد دي سينا ده الوضع في سينا ده على فكرة يا جماعة ده فيديو من عشرات مئات الفيديوهات اكيد ما بتوصلش ده فيديو من وده حدوتة ودي قصة من عشرات ومئات الحواديت مليار المية اكيد ما وصلتش لينا اكيد ما جاتش لينا سيناء تعتيم اعلاني غير طبيعي هناك يا جماعة اصلا من الصعب جدا جدا انك تمسك تليفون مش في الشارع في شمال سينا بالذات من الصعب ليه لانك انت لو مش معاك تليفون وبتمشي في الشارع ومعاك انترنت ده اذا لقيت الانترنت فانت معناها كده بالنسبه لهم امن قومي امن قومي امن قومي بجد ليه لان في كميه حاجات بتحصل في سيناء لنا ولا انت ولا الشعب مطلوب ان يعرفها وانا وريتك بس فيديوهين هم لسيدات مصريات في سيناء شوفوا بيعيشوا ازاي وضعهم ازاي وضعهم ده الوضع الحقيقي للمرأة المصرية اللي بتعيشه في ظل عنفوان عبد الفتاح السيسي سيبك من النحنحة والسهوكة اللي طلع ده يتكلم معنا ده مسهوك ده مسهوك ده بيسهوك كده لما بجيبهم فلس لما بجيبهم فلس بيبقى مسهوك كده طلع يقول لهم احنا هتعملوا صندوق علشان ندافع عن المرأة المصرية وصندوق لحماية المرأة المصرية يا عم الحاج انت منين عايزهم يعملوا صندوق والناس تحط فيه فلوس ومنين قبل ما النبي يقول مديهم كرتونه يعني انت مديهم كراتين علشان خاطر هم فقراء قوي ولا مديهم ولا عايزهم يعملوا صندوق وتبرعوا فيه مشهد يوريك قد ايه مصر بتعيش اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه والله العظيم والله العظيم بتجري الواحد رسائل من دول بره بيقول احنا مش قادرين نستوعب يا ريتو حتى الدكتاتور عليه العين معايا فمش عايزين مشكله مش عايز اعمل